السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع بعض فيديو جديد ازاي تقدر تسترجع رسائل الواتساب المحذوفة من على التليفون بتاعك بأكتر من طريقة، هتلاقيها موجودة على السوشيال ميديا أو موجودة على جوجل أو موجودة على اليوتيوب. أكتر من طريقة وأكتر من عنوان وأكتر من شكل، بس أنا هشرح لك تقريبا 5 طرق تقدر ترجع بيهم رسائلك القديمة أو المحذوفة أو حتى اللي اتحذفت من الراسل أو المرسل إليك. تابع معايا كده في الفيديو، ان شاء الله تكون اي طريقه من الطرق اللي انا هشرحها هتجيب معاك نتيجه. يا ريت الاول ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب على القناه، علشان بصراحه انا تعبت في الفيديو ده والساعه 4 الفجر وانا بصور الفيديو، بس تابع معايا وان شاء الله يجيب معاك نتيجه. يلا بينا. اول حاجه انت هتفتح التليفون بتاعك، وهيبقى اول نقطه واول طريقه ازاي تعمل استرجاع لرسائل الواتساب اللي عندك المحذوفه. طيب دلوقتي انا عندي الواتساب، لو جيت افتح الواتساب كده هتلاقي عندك انا عندي مثلا اسم هنا وفي كمان كلام هنا او محادثه، ببدا ارجع تاني وفي كمان اختبار هنا وكمان في جروب عندي وكذا جروب كمان. انا هرجع معاك كده وهبدا امسح الواتساب، بس قبل ما انت تعمل حاجه زي كده خلي بالك، لو الواتساب اصلا عندك اتمسح وانت لقيت فيه رسائل محدوده هتعمل الطريقه دي. لقيت الرسائل بتاعتك مهمة حاول تعمل لها نسخ احتياطي، بس أنا دلوقتي معاك همسح الواتساب كده وأقول له هنا مسح الواتساب. تمام، أنا كده مسحت الواتساب، هبدأ أعمل له تنصيب أو تسطيب من تاني. هروح على جوجل بلاي، بعد كده هنا بروح عندي على السيرش وأكتب واتساب، ومن هنا بضغط على كلمة انستول أو تثبيت الواتساب، وهتستنى شوية لحد ما يتم تثبيت الواتساب معانا. خلاص كده الواتساب معانا نزل، بعد كده بتضغط على هنا اوبن وتحدد اللغه بتاعتك وبتضغط على الموافقه والمتابعه وبتكتب رقم تليفونك، وبعد كده بيرسل لك رساله التاكيد، اكد رقم التليفون كده ونرجع مع بعض تاني. هنا بيقول لي تم العثور على نسخه احتياطيه، وكده انت قدرت تجيب النسخه الاحتياطيه من الهاتف، يبقى انت كده عملت دلوقتي استرجاع رسائل الواتساب المحذوفه من على الهاتف. دلوقتي بضغط على كلمه استعاده، ومجرد بس ما بضغط عليها بيحاول ينقل لي البيك اب اللي كان موجود على الجهاز على الواتساب عندي، علشان تبدا الرسائل او المحادثات تظهر، وعلى حسب حجم المحادثه او حجم الملفات الرسائل بتظهر عندك على الواتساب. بعد كده بتضغط على كلمه التالي التالي، وهنشوف مع بعض كده. ادي كده الاسماء او الرساله ظهرت تاني حتى كمان بنفس المحادثه. طيب الطريقه دي ما نفعتش معاك، ممكن تستخدم طريقة تانية وهي استرجاع المحادثات من خلال جوجل درايف. هتروح عندك هنا في ال3 نقط دول، وبعد كده بتضغط على الإعدادات وبتنزل على الدردشات، ومن هنا بتنزل تحت لحاجة اسمها النسخ الاحتياطي، ضغطة واحدة كده وبتحدد حساب الجيميل. المهم يكون حساب الجيميل عندك موجود واللي هو القديم مش الجديد اللي انت ضفته على التليفون بتاعك. لو انت جددت حساب الجيميل اعرف ان المحادثات عندك كلها هترجع من الاول، لكن لو حساب الجيميل عندك قديم هو بيحفظ بيك اب عنده على الدرايف. بضغطة واحدة كده بتضغط على كلمة النسخ الاحتياطي، وعلى طول بيحول النسخ الاحتياطي اللي موجود على الدرايف عندك على التليفون، علشان يقدر يبعت لك كل الرسائل اللي كانت محذوفة. في طريقة كمان وطريقة مهمة جدا استعادة رسائل الواتساب المحذوفة بدون نسخ احتياطي. دلوقتي هنعملها ازاي؟ دلوقتي انت هتروح عندك على الفايل مانجر او مدير الملفات عندك في التطبيقات بتاع التليفون، وهتنزل تحت كده شوية خالص لحد ما تلاقي الواتساب، ضغطة واحدة كده اقول لك هنا البيك ابس. المهم تتأكد ان الملفات دي تكون موجودة، لانها لو مش موجودة مش هتعرف تعمل استرجاع لأي رسالة خالص. الملف بيكون في نهايته حاجه اسمها CRYBT14، دي يعني ده الملف الوحيد اللي تقدر ترجع بيه محادثات الواتساب وفيه كل البيك اب او انظمه التشفير بتاع المحادثات للواتساب. لو مش موجوده لازم تروح للخطوه اللي بعدها، وهي استرجاع رساله الواتساب او تطبيق استرجاع رسائل الواتساب المحذوفه. انت بس كل اللي عليك انك بتنزل التطبيق بنفس الاصدار اللي هتلاقيه في الوصف او التعليقات، بتضغط عليه ضغطه كده بعد التثبيت بيفتح لك على طول الشاشه زي ما انت شايف قدامك كده. بتضغط على كلمه الاستعاده، مجرد بس ما بتضغط عليها هتلاقي في حاجه اسمها تحت هنا اسمها الاسترداد او الاستيراد العميق،
تضغط عليها ضغطة كده، وهنا بيعمل جهات الاتصال والرسائل والصور والفيديوهات والأغاني ودوكومنتس. ولاحظ كده آخر حاجة الواتساب ماسنجر، وهنا بيقدر يرجع لك ملفات اللي احنا ذكرناها اللي هي CRYBT14، علشان يقدر يرجع لك رسائل الواتساب القديمة والمحذوفة من الجهاز نفسه. طيب دلوقتي ما نفعتش معايا الطريقة دي، يبقى نروح لطريقة استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة بعد الفورمات. لما تيجي تعمل فورمات للجهاز على طول بتلاقي اصلا كل المحادثات حتى التطبيق اكيد اتمسح، بس اول حاجة انت تعملها انك تضيف حساب الجيميل علشان يقدر يربط على طول بشكل تلقائي مع حساب الفيسبوك، ومن هنا تقدر ترجع الرسائل الواتساب المحذوفة اللي كانت على جوجل واللي كانت منسوخة على التليفون وهتتنقل على طول على الواتساب. لكن في سؤال لفت انتباهي كده كتير بيسألوا على جوجل، وهو طريقة استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة من خلال المرسل. والحاجة الوحيدة اللي تقدر تعمل حاجة زي كده هو الواتساب الذهبي مش الواتساب العادي. يعني لو جبت مثلا الواتساب العادي وجيت ابعت رسالة لأي حد مثلا عندي على الواتساب وهو عنده الواتساب الذهبي، مجرد بس ما احدد كل الرسائل ومعمل لها حذف لدى الجميع هو عنده مش بتتحذف، ومن هنا قدر يرجع رسائل الواتساب المحذوفة من المرسل، حتى كمان هو يقدر يبعتها لك عادي جدا. ومن هنا احنا وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله اي طريقة من اللي انا قلتها دول هتنفع معاك وهتجيب معاك نتيجة. لو احتجت اي حاجة تقدر تتواصل معايا في الكومنت وارد عليك ان شاء الله، واشوفكم في حلقة جديدة. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وشير. مع السلامة.